أعزائي متابعينا متابعين نار المصرية في كل مكان، من موقع ليار عقارين في مدينة المنصورة في منطقة الدراسات اللي كانوا يعني بمثابة حدث مروع أمس. بعد إحلاء لحظات من إحلاء العقارين انهاروا. المشهد هنا في تضرر لعدد من المباني المجاورة. إحنا التقينا مع هيكلمنا على ايه اللي حصل بالظبط. ما انا قلت لك كان في بيت هنا اربع ادوار، ده مكان البيت اللي كان هنا، فراح جاب من حي رخصه وعمل ازاله. لما زال اول ما بداهم ان هم المهندس والمقاول جابوا عمال يدويه، وطبعا ما عملوش ايه ازعاج للسكان. بعد كده الدورين التانيين عشان يخلصوا السرعة جابوا فحار، والفحار ده بقى يعمل ايه صوت وازعاج ويأثر على البيوت اللي جنبي. بيت حضرتك فين؟ انا الشقة اللي تحت دور قبل ساكن في البيت ده. خدت بال حضرتك؟ ايه اللي حصل بقى؟ اول امبارح بالليل بعد اذان المغرب لقيت السكان اللي في نفس البيت ده خمس ادوار اللي هو وقع اول واحد على بيت ده. بقول لك البيت ده احنا سامعين حاجه زي رمل كده وعماله بتخرفش. قمنا متصلين بالحي واتصلنا بالامن والكلام من ده، جم قال لك لا اخلي البيت ده واخلي البيت ده اللي وراه كان اربع ادوار. فعلى الساعه 4 قبل الفجر البيت ده وقع على بيتنا، اثر على الدور الثالث والثاني والارضي وعمل فيه التصدعات اللي احنا شايفينها. والبيت اللي جنبيه اثر على ايه الجزء اللي انت شايفاه في البيت اللي جنبيه. يعني بالاخر كده اخد حوالي اربع بيوت مجاوره، بيتكم والبيت المجاور والثلاثه ادي اربعه، والبيت ده برضه طالع في الازاله اللي هو الناحيه الثانيه. ايوه اللي هو فيه اثر اربعه خمس بيوت بسبب الله اعلم، ربنا اللي يعلم ايه السبب يعني. فاحنا دلوقتي عمالين بنجري علشان الميه مقطوعه من عندنا، ما فيش حتى هم طالبين منا نعمل سلم واعمده علشان البيت عندنا بيقولوا جامد وكويس. البيت اللي هو ايه؟ اللي هو الصاب اللي حضرتك فيه. اللي احنا فيه. فاحنا بنعمل فيه اللازم اهون وربنا يقدرنا. طبعا ما فيهوش ميه وما فيهوش غاز واحنا متضررين، والتليفونات كانت على نفس البواره لما وقع قطع التليفونات كلها عن المنطقه. وحاجه بص، انا عرفت ان في اوامر من المحافظ بدعم الاسر المتضرره من انهيار العقارات. محدش شاف حاجه. بصي حضرتك بيت حضرتك فين؟ يعني بيتك من المتضررين؟ لا يعني انا الحمد لله ما اتضررتش، انا مش قاعد فيه. يعني انت من الجيران هنا؟ بس الحكومه مشيت الناس كلها. تمام. المشكله في حاجه واحده دلوقتي، البيت اهو البيت اهو البيت ده ميت دلوقتي، ولو ما كملش دلوقتي في جبل قدامه لا قدر الله ممكن يقع في لحظه، عدي معدي بتاع يموت، تبقى كارثه. البيت اللي هو متصوره حضرتك بصي انت، يعني انت بتطالب بان يتم يعني يتأمن ازالته، لانه لا مش ازاله، يتأمن لغايه اما قدر الله ممكن حد يعدي بتاع يوم فينهار فجأة يعني. ممكن يقع ثانيه. وحضرتك بصي في مرض كل الناس اللي جت صورت هنا، احنا ما شفناش حاجه للناس الكلام ده، واحد اهو بقى اهو ده عريس حضرتك. من المتضررين من انهيار العقارات؟ انا عايز كله ده، انا عايز كله ده. بيت حضرتك اللي فين؟ البيت اللي كان هنا، البيت اللي انهار الاول. أول بيت انهار. أول بيت انهار. حضرتك بتقول حضرتك عريس. أيوه عريس، بقالي ست شهور ما نمتش عليها أساسا. حاجتي كلها أصلا ما فيش. كلها نازلة أصلا متدمرة، ما طلعتش حاجة أساسا. كلها متدمرة. وكل اللي بيجي يصور أو هنعمل ولا أي ولا أي حاجة هتحصل. إحنا عارفين الدولة بتاعتنا. أي في صدر قرار أصلا بده. هو الصدر. حد بلغنا في حاجة ولا حد جانا؟ لا هو مشكور اللي صدر. هو شغال في محافظه الاهليه اللي هو صدر لخير التنفيذ. انت قاعد فين دلوقتي؟ انا قاعد في الدور. بقى لي سنتين مؤجر، قاعد ست شهور متجوز، قاعد ما تعملش حاجه. انا حاجه الناس كلها قدام عيني كده كلها بتبقى ما بتتركش.
عايز اصور ابعت الدكتور الناس كلها بتطلع حاجه مش ما طلعتش حاجه من عكشه احكي لي اللي حصل بالظبط صاحبتك وميدو ما كانش موجود انا صاحبتك احكي لي اللي حصل بالظبط بصي يعني انت وقت انهيار العقار وقت انهيار انا جالي تليفون اللي احنا خلينا البيت تمام لان كان في شقه هنا لما هو كان في بيت هنا بيتهد المفروض البيت ده اصلا كان بيتهد بالايه يدوي هد اول دور بالندى وبعد كده جاب الايه الدهاء بس اصلا سبب البيت سبب الكارثه هنا عمل قال اللي عملته ده من ضمن عمل محضر بصي انا سبب الكارثه كلها احنا هنقولهم بقى بصي هنا كان في بيت تمام صاحب البيت ده هو طلع له قرار الازاله يدوي تمام جاب اللي هو قرار وبقى يضرب فيه لغايه ما وقعه البيت كان جامد تمام فلما البيت وقع تمام اثر على البيتين دول عمل تصدع في بقيه البيوت وانهار فاحنا جينا كان الكلام دوت كنا بالليل الساعه 9:30 بالليل وقع من البيت حته فالناس بلغت وبلغنا الاسم مشكورا جه والمامور الراس الملاحظ الغي البيت كله نزل الناس كلها هتجيب هدوم لك ما فيش حد انت هيجيب هدوم الشاي كل واحد نزل بالطقم اللي عنده الساعه 4 الا ربع بالظبط حضرتك لقينا بالظبط انا واقف هنا ببص لقيت رجل هوب بقينا نجري مش عارفين بنجري ازاي كل الناس بقت تجري مش عارفه بتجري ازاي فربنا سترها لولا الحكومه كان حصل هنا مجزره يعني بعد اللحظات من اخلاء السكان نزل واقف والمغمور كان طرطرهم بصراحه جت الامنيه كلها كانت طرطره الناس دي بتشرب احنا ده كلهم بنبعت الفكره اصلا ومعمول اسم تاني وده اسم تاني قال له استجاب على طول وراح جاب المهندس والمهندس يقول لك هات البيت جاي له لولا الناس دي ازاي حصل كاس الدوار جاي له اسامه طب حضرتك ايه جاي له زلط ايه؟ البيت اللي وراه 6 قرار ماشي انت جبت ما لبستش قرار الزلط ليه؟ لما انت بتطلع قرار الزلط انا جاي امنيه بطلع قرار الزلط ما لبستهاش ليه؟ ولا سيب الناس ما انا بلغ واتنين ولا انت بتعمل ورق وتركنه في الدور وساعة لما يحصل النصيبه انا بعمل ورق اهو في نقطة على فكرة انا بناشد للسيد الرئيس عم بتاع السيسي اللي يشوف ولاده اللي متدبرين نايمين في الشارع اسر نايمه في الشارع وثانية واحدة بقول لحضرتك الراجل صاحب البيت ده مبسوط تمام؟ انا لما جيت اجيب القرار كده انا وقفت وطلعت الرئيس عايش هنا وطلعت بتاع الرسم علشان ما يتمش الازاله ولا الهدم ابنه جه بقول لك اقسم بالله العظيم رفع ايده ابنه جه سمع الكلام اللي انا بقوله ده الناس شاهد على الكلام ده قلت له يا حبيبي البيت ده ممكن يحصل اي حاجه وبيت ضاع قال لي لو اي حاجه حصلت اي بيت جرى له حاجه اي بيت جرى له حاجه انا مسؤول ورجع له بيته زي ما كان انا بقول لك اقسم بالله العظيم حصل وعم سمير اهو شاهد ان صاحب البيت بيقع بعيد صاحب البيت يعني حضرتك عريس من 6 شهور ما قدرتش انك انت تستقر في بيت والبيت كان جديد زي ما انت بتوصفه بس هو اتاثر بتصدع البيت اللي جنبه وقت ال البيت اللي هنا كلها اصلا متشابهه كلها مفيش وبيت ماسكه بعضها والراجل ده خلي بالك شوف ايده مسواه تاكس مفيش يعني ما بيشتغلش على المعاش وايده مصاب مفيش الدنيا خربانه مفيش شغل مفيش حد هيشغل ايد بايد واحد حد هيشغل ايد بايد واحد انت بتطلب ايه؟ انا بطلب العدل بنطلب الرحمه ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء بس بعد الحاجه اللي انا قعدت 5 سنين شغال عشان اجيبها تاني قال 2000 جنيه كنت بدفع ايجار 1300 و400 جنيه ميه ونور وغاز غير اهلي وشغل هيكفوني هيقدر انا اجمع دي تاني هستنى ولا استنى عاطفه من حد ولا قافيه عشان النهارده مش هشيل ده هيديني حاجه في التاني احنا بنوجه يشوف لي دخل يعمل لي دخل لان انا في مش هتدخل بنوجه للمحافظ المحافظ المفروض انا ليا 5% انا ليا عشان دخل نزل 5% عايز يدماش طلع قرار الشقه وادفع ايجار كل شهر ويديني الشقه ده بيتاني الناس بيدوا له كل شهر لا وفي واحدة خسرانة كمان بدل ما ادفع ايجار الشقة حضرتك خده على 30 سنة على 40 سنة بس لا بعد كده اخر وانا اقدر ادبر اكل وشربي بال 1000 جنيه لو هاكل عيش وجبنة في مين غيرك تاني متضررين من الاسر؟ حضرتك هنا حالتها برضه تعبانة عيني حضرتك من الناس اللي ده عندها 5 بنات ايه اللي حصل؟ مفيش هو في نفس اليوم الصبح بدأنا نلاقي الفيديو يقع من تحت قلت له الأرض كله فرقع فنزلنا طلبنا للحكومة الحكومة جت فقالت طب ما تقعدوش في البيت لغاية ما نجيب مهندس يبص على البيت الصبح يشوف يعمل له ينفع يتعمل له ترميم او كده عشان تنزلوا حضرتكم قلنا له ماشي مفيش بعدها بكام ساعة على الفجر كان البيت وقع ما لحقناش ناخد الحمد لله على سلامتكم الأول احنا عرفنا ان المحافظه طلعت قرارات بدعمكم خلال فتره معينه حتى يتم يعني اتخاذ الاجراءات اللازمه انها توفر لكم سكن كمأوى على ما يتم انهاء الاجراءات فعلا حصل معاكي ايه
بقول لك المحافظ اصدر قرارات بدعمكم لمده 6 شهور. لدعمكم عشان على ما يتوفر لكم يعني سكن بديل او مأوى. ايوه طب احنا كل ساكنين له بصراحه يعني. تمام. انت معاكي اولاد قد ايه؟ معايا 6. انت كنت ساكنه ولا ساكنه في البيت؟ ساكنه بقالك قد ايه؟ بقالي 6 سنين. بقالك 6 سنين. طيب انت البيت الاولاني. البيت اللي هو ده الاساسي. الاساسي اللي كان بيتم اصلا ازالته علشان يتم بناؤه جديد. اللي هو اول واحد اللي هو من الجنب ده. اول بيت وقع. انت بتقولي معاكي ست بنات. تطلبي ايه؟ مكان نقعد فيه، مش عايزين غير كده، مش عايزين اي حاجه خالص غير مكان يقعدنا فيه. انت خدتي اي حاجه من الحاجات بتاعتك؟ اي حاجه، كل حاجه متاخدها، ما خدناش حتى هدوم. الحمد لله على سلامتكم الاول دي بالدنيا، ولان انتوا لا تعوضوا وكل شيء يعوض، واحنا بنضم صوتنا لصوتك وصوت كل المتضررين من اسر داخل من اثر انهيار العقارات اللي حصل امس والتصدعات اللي اصابت العقارات التانية، ان المسؤولين يعني يقوموا بجهودهم بسرعه. لان انت قاعده فين؟ قاعدة والله في محامي فاتح لي المكتب بتاعه، بنام في الأوضة فاضية كده بنام فيها. بتنامي أنت وبناتك؟ بنات على الأرض لغاية ما نشوف أي مكان. فإحنا بنرشد المسؤولين بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير مأوى أو سكن ليكي وللأولاد وكل الأسر اللي تضررت، بدل ما أنتوا تفضلوا في الـ في الـ في الشارع على ما يتم حل هذه المشكلة. الحمد لله على سلامتك انت واولادك. الحمد لله على سلامتك انت واولادك. واضح هنا ان المباني قديمه. لان كذا بيت اتضرر بسبب وقعه بيت، كذا بيت اتضرر. المباني قديمه، وكمان واضح ان مفيش اعمده. مفيش اعمده، كلها حوائط حامله. مفيش باي الوقت. هي ما لهاش دور معانا الوقت. كنتي موجوده في البيت ساعه ما تم اخلاؤه؟ يعني يا دوبك انتوا خرجتوا يا دوبك ساعتين والمبنى. البيت الحمد لله، الحمد لله انها جت على قد الحمد لله. اعزائي متابعين نهار المصريه في كل مكان، كنا معاكم من موقع انهيار عقارين امس في مدينه المنصوره في منطقه الدراسات، اللي انهاروا بعد لحظات من اخلاءهم من السكان، واحدثوا تضرر كبير جدا بحوالي 5 مباني مجاوره زي ما احنا شايفين. يعني هنا تصدع المبنى الاساسي وعقارين امام العقارين المنهارين، والثالث يعني تقريبا 5 مباني تصدعوا على اثر انهيار العقارين اللي موجودين. يعني كده 5 مباني واسرهم من ضمنهم عريس يعني بقاله 6 شهور، سيده يعني معاها 6 بنات، وهم طبعا لحد دلوقتي يعني عايشين على انقاض يعني انهيار منازلهم، ما حضوش اي حاجه لان العقار نزل وانهار بعد لحظات بسيطه جدا من اخلاؤه من الجهات الامنيه المشهوره اللي اتحركت بسرعه واخلت العقارات من السكان ومن الاطفال، يعني حتى يعني يتم السيطره على الامر. فنزل العقارين بسرعه جدا، وكان قرار سليم لان الحمد لله دون اي خسائر او اي اصابات في المواطنين. اعزائي متابعين نهار المصريه، كنا معاكم من موقع انهيار عقارين في منطقه الدراسات بمدينه المنصوره محافظه الدقهليه، ويعني البدء في انتشال اثار الانهيارات، و مساعدات 6 شهور للاسر المتضرره لتوفير سكن بديل حتى يتم انهاء الامر في حل المشكله.
الدراسات. حضرتك كنت من ال يعني حضرتك من سكان المنطقه؟ ما شاء الله. ايه اللي حصل؟ والله حصل البيت وقع، خد بيت وراه والبيت الثاني، خمس بيوت وقع. خمس بيوت اهو، ماد اثنين ماد اثنين وادي واحد. انا شفت عريس متضرر وسيده برضه معاها ست بنات. والعريس بقاله شهرين ما يعرفش حاجه عن شقته، قوم امبارح خدوا العريس بتاعه وحبسوه، بقاله شهرين يعني كان بيقضي شهر عسل مش عارف فين، وقوم ما لقوش حد. لا حول ولا قوه. حد شايلينها امبارح متكسره كلها. ده كان برضه من ضمن السكان العقار اللي موجود. مكيفات وحاجتهم وهدومهم وسوسهم وحاجتهم بتاعهم. كلهم قربوا من الوصول العالي، ما لحقوش ان شاء الله. هو دلوقتي بيتم رفع بعض الانقاض عشان تبدا ترجع الميه والنور والتليفونات للمنطقه ويبدا حل المشكله ان شاء الله. اعزائي متابعينا، متابعي النهار المصريه في كل مكان، كنا معاكم من موقع انهيار عقاري في مدينه المنصوره بمنطقه الدراسات، بعد اتخاذ الجهات الامنيه قرارات باخلاء العقارين من السكان، ولحظه خروج السكان تم سقوط العقارين انهارهم فجاه، وكان قرار سليم جدا من جهه الامن لخروج السكان بدون اصابات. تضرر من الانهيار انهيار العقارين المفاجئ ثلاث بيوت مجاوره، فاصبح تصدع انهيار عقارين يعني تصدع ثلاثه اخرين، يعني تقريبا ما يقرب من خمس عقارات بالاسر اللي فيهم، منهم العريس اللي متزوج لسه من ست شهور، فيه عريس من شهرين ما كانش موجود، وسيده يعني عندها ست بنات وهي ارمله، و يعني خسائر كبيره جدا 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 في الخسائر نقدر نقول في الممتلكات اكتر الحمد لله دون اي خسائر بشريه، وهم بيناشدوا المسؤولين بسرعه يعني توفير سكن بديل ليهم ومأوى ليهم ولاولادهم علشان ما يفضلوش في الشارع على ما يتم انهاء الامر وحل مشكله الانهيارات اللي اصابت المباني المجاوره والسكان العقارين اللي انهاروا. نلقاكم في بث جديد ان شاء الله، كانت معكم هدى العراضي من محافظه الدقهليه. I'm going to go to the hospital.